وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية جوزيف صليوة. أهلا ومرحبا بك يا سيادة النائب. بداية، كيف تعلقون على الجريمة التي استهدفت الدكتور هشام المسكوني وعائلته؟ تحية طيبة لكم حياكم ولجميع مشاهديكم الأغار، والرحمة والمغفرة لجميع شهداء العراقيين الذين راحوا ضحية الإرهاب والاستبداد، ورحم الله المغفورين لهم والمغدورين من قبل الإرهاب. طيب، في الحقيقة للأسف الشديد بعدما عانى ما عاناه الشعب العراقي من الويلات ونقع دماء زكية من أجل محاربة الإرهاب بأشكاله، ولكن لا يزال الإرهاب المخفي قائم في المدن العراقية والحكومة العراقية لحد هذه اللحظة. يعني بددت كل هذه الأموال الطائلة، الفساد مستشري، والإرهاب لا يزال هو قائم، الإرهاب المخفي، والحكومة العراقية لا تستطيع القضاء عليه. طيب، هذا الإرهاب المخفي أو ما تسمونه سيادة النائب، هذا الإرهاب المخفي أو ما تسمونه بالإرهاب المخفي، هل تتهمون أحد بالوقوف وراءه؟ هل لديكم شكوك وراء أحد؟ يعني في الحقيقة على ما يبدو هذه الأحزاب والمجاميع المتطرفة من الإسلام السياسي هي المسؤولة بدرجة أولى عن هكذا سلوكيات، وبالتالي طالما الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية لا تتخذ موقفا صارما وموقفا واضحا تجاه هكذا سلوكيات، هي الأخرى أيضا مشاركة بطريقة غير مباشرة، لأنه واجب الجهات الأمنية هي حماية، يعني أقل ما تقوم به هو حماية الأمن المواطن العراقي، ولكن ليس هنالك أي إجراءات جدية بهذا الاتجاه. طيب، والشعب العراقي كله متعرض لهذه السلوكيات، ولكن الأكثر كثافة هو هذه المكونات الأصيلة في البلاد. إذن أنتم من الكلدان السنيان الآشوريين والمسيحيين والكلدان واليهوديين. طيب، والصابئة المندائيين. إذن أنتم تتهمون جهات متنفذة في الحكومة، قدمتم أكثر من شكوى بخصوص تهديدات لمواطنين آشوريين، كان آخرها الشكوى التي أخذت رقم 159، إلى أي مدى أصبح استهداف المكون المسيحي ظاهرة برأيك؟ يعني هو أصبح ظاهرة ولقمة سائغة لهذه الفصائل التي تمتهن الإجرام. فبالتالي يعني سبب الانفلات الأمني وتواجد الأسلحة السلاح خارج إطار الدولة، نعم، وهذا أخطر شيء موجود بدون أدنى شك. أصبح المواطن العراقي العزل الذي لا ينخرط ضمن الميليشيات والمجامع العسكرية أصبح لقمة سائغة لهم، وأصبح ظاهرة لكي يعني يقتلون ويرهبون المواطنين من مكون الكلدان السريان الآشوري من المسيحيين وبقية المكونات المستضعفة، وأصبح ظاهرة لأنه الحكومة العراقية لا تتخذ مواقف حدية من هكذا جرائم. فبدون أدنى شك نحن نستنكر بأشد العبارات هذه السلوكيات، ونحمل الحكومة العراقية وتحديدا رئيس الوزراء حيدر عبادي هذه المشاكل كونه لا يتخذ إجراءات صارمة تجاهها. إلى أي مدى تتفقون مع تصريح راعي كنيسة ماريوس في بغداد بأن مستقبل المسيحيين في العراق بات مبهما؟ يعني أنا أريد أن أقول نعم بات مبهما، وهذا لكن لا، هذا لا يعني أن يتركوا المسيحيين أرض آبائهم وأجدادهم. كرامة الإنسان بوطنه ووجوده في أرض آبائه وأجداده، فبالتالي نعم كلنا مهددون، وخير دليل على ذلك أنه كان في العراق قرابة 3 ملايين من المسيحيين، واليوم لا يرتقون إلى 1 مليون أو أقل من 1.8 مليون إلى 900 ألف. هذه كلها بسبب هذه المشاكل، وكلها بسبب هذا الإرهاب الموجود. نعم نحن مستهدفون،
ولكن يجب أن نتمسك بالأرض ونتشبث بوطننا لكون هذا الوطن هو وطننا قبل أن يكون وطن الآخرين. أخيرا سيادة النائب، يعني ما الإجراءات التي ستتخذونها في ظل هذا الانفلات الأمني الذي يستهدف المكون المسيحي في العراق، خصوصا إذا ما علمنا أن الشارع العراقي ومنتخبيكم وناخبيكم ينظرون إليكم إلى أنكم داخل البرلمان تتخذون موقف الضعيف؟ لاحظ سيدي الكريم، لنكون واضحين وبعيدا عن المبالغات والمزايدات، نعم، أعضاء البرلمان ليس لديهم وسيلة سوى المطالبة والمتابعة من قبل الجهات الأمنية، كون الجهات الأمنية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن كشف يعني عن الجنات والقائمين على هكذا جرائم، ولكن ما يبقى بأيدي البرلمانيين أن يكون صوتهم مرتفعا في الإعلام ويطالبون الجهات الرسمية ومجتمع الدولي أن يقف مع هذا المكون من أجل بقائه في أرض آبائه وأجداده. بخلاف ذلك أنا أقولها بملء الفم، أي محاو أو أي كلام آخر هو مزايدة إعلامية ليس إلا. النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية السيد جوزيف صليوة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.